من اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومن فهمت ما يتنخدم إلى يوم 40 ليلة، إن الحقت 40 ليلة مركت الخلوة، ما تليت في الخلوة مركت، أقبضت هذا العفريت اللي أعطاني هو اللي عدت المشي ويخدم لي ويجيب لي الشغلة. حد ما تلا يجن حد لا يجيني دول الحاجة، ما قلت وراه جن فلان أفرق لي معه الجنو يفرقوا معه حق. أولاد جي رقاج ما قاد عليه دبش، ما نقوله ذاك دبش مرقوا يمرقوا. أولاد جيني نسوية تقول لي باقي النكاح، ما قلت هاي المرأة باقي تشتد ولا ينسرق دبش ما ارتد. فيه ولا لقاش نعيط له هو السبب علي هذا الامر اللي هوايه، واللي جا من حد عرف انه لا العفريت ذاك هو اللي من الشهلو. وهذا السحاره ظانين ان اسيادهم اربابهم من الجان، انهم يعلموا الغيب وانهم يعرفوا ما يكون، وهذا لا شك انه كذب، لان الجان ما يعلموا الغيب، وهذا صريح في القران. الله سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكرنا في قصة سليمان لما توفاه الله سبحانه وتعالى، وفي الرواية أنه هو تعام هو مستند على عصاه، توفاه الله سبحانه وتعالى وبقات الجن تخدم لسليمان لأنه كان مكلف بالمهام ومسخر الله سبحانه وتعالى لسليمان. بقات عقب وفاة سليمان عام وهما يخدموا سليمان وهم عالمين أنه ميت. كيف عرفوا أنه ميت؟ لما بعث الله سبحانه وتعالى دابة الأرض اللي هي اللي قالها الأرض، الناس تقولها ضريك الأرض، وكانت من العصا اللي كان متكئ عليها ومستند عليها سليمان. لين سقط سليمان هو اللي علمت الجن، لأنهم علمت الإنس أن الجن أنهم يعلموا الغيب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. واللي يخلق احيانا وتختار به بعض من الناس ويختار به الساحر هو من نفسه، كون الجن احيانا يجيبوا شيء من الاخبار الصحيحه، وهذا الخبر هو عباره عن هذا الجان يسترق السمع من السماء ويجيبها لصاحبه الكاهن هذا ويجيب له معاها 100 كذبه واحيانا يوافق الحق، فيظن هذا الساحر ان سيده انه يعلم الغيب، وهو سيد الجان هذا هو انما يسترق السمع ويجيب خبر صحيح ويخلط معاه 100 كذبة، فيظن هذا الساحر وغيره من الناس المفتونين أن الجان أنها تعلم الغيب. وهذا بين في الحديث اللي روته عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم، قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. ويا لي حجب يبعد من الأسحال، أراه شغلته شغلة الأسحال. يا لي خالق من المسلمين قريب وبعيد، أراه الحجابة داخلة في السحر، ما عنده شيء ما هو النار تبارك وتعالى. وهذا هو الاشتغال اللي كنا مشتغلين فيه، وحمدت مولانا في نهار اليوم هذا الحمد لله تبت وراجع وندور عند ربي الغفران من هذا الويل اللي كنت فيه وذا الخلل اللي كنت فيه. شوف الحديث اللي رواه الإمام مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي رواية الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ندعو أخوتنا المسلمين اللي يمشوا شور هذا الحجاب السحارة وهؤلاء الكهان اللي يسولهم عن الأمور المغيبات، ندعوهم لأنهم يكفوا عن المشي شورهم، ويا الله يتعلموا ويعرفوا أن هذا أمر أنه راه كفر وما يليق بالمسلم، اللي هو يكون إنسان يمشي شور العراف ويصدق ذا اللي يقول. أنت مجرد تقيسه وتسوله الله تعالى ما يقبل منك صلاتك 40 ليلة، ونين تقيسه وتسوله كيف ما سمعته في الحديث وتصدقه قال مسلم فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الكهان الكاهن هو اللي يدعي معرفة الغيب، والعراف كيف ما عرفوا الإمام الخطابي عليه رحمة الله قال: العراف هو الذي يتعاطى معرفة المغيبات، قال: العراف هو الذي يتعاطى معرفة المسروق ومكان الضالة وغيرهما. إذن هذا الإمام الجليل قال أن العراف هو ذاك الشخص اللي يدعي معرفة الأمور اللي
تنسرق كيف ما هو حال سيدي بونو وغيره اللي نين اللي قال في الشريط كيف ما سمعته على ان رقاش نين ينسرق عليه الشيء انه هو نين يسوي الجني ان ذاك الشيء مباشره يخرج ويبان، وهذا كيف ما سمعته انه ما هو صحيح. وراني تايب لله تبارك وتعالى من هذا السحر اللي كنت فيه وناصح المسلمين. ذيك الليله جاوني هون تياهي اللي هم العفاريت بعدهم دقدقوني بعدهم كتروني، وهو السبب علي ذا النطاق اللي انطقت سابق ذاك ما كنت قابل نقوله لاني ماني عارف قاع هذا شنو هو هو. إنين جاوني هم بعدهم كتروني واللي اصبحت مطلوب واصبحت نعيد اخبارهم واصبحت بري منهم وناصح المسلمين بني راني كنت في السحر واللي ذاك يبعد واليوم هذا في التوحيد في عبادة ربي ونظر التوبة عند الله تبارك وتعالى وناصح المسلمين تبعد من السحارة وتعرف انهم كفار كفار تبعد منهم واللي ذاك يسرق ذا المشتغل فيه وعيده وعليه بالتوبة وعليه بعبادة ربه سبحانه وتعالى لأن ما خالق إلا الله. وأنا كنت لا في الضلال وفي الكذب وكنت في السحر واليوم هذا تايب لمولانا سبحانه وتعالى. ورانا داعينا اخوتنا المسلمين اللي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ببعض من الامراض ويمشوا شورها والكهان يدوروا عندهم الحجاب ويدوروا عندهم الدواء، داعينهم على انهم يكفوا عن المشي شورها والمشعوذين، وان الدواء قاع بايديهم بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بين لهم الطريقه اللي يتعالجوا بها. من اول الطرق هو ان الانسان يصحح عقيدته يوحد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يحافظ الإنسان على الصلوات ويحافظ على الطهارة ويكثر من قراءة القرآن، ويبتعد أيضا الإنسان عن البلايص اللي فيها النجاسات، وإذا جاء يدخل البلد اللي يقضي في حاجته يدعو بالدعاء المنثور عن السلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هما ذكران الشياطين والخبائث هما إناث الشياطين. وأيضا يحافظ على المسلم يحافظ على أذكار الصباح والمساء حتى يحصن الله سبحانه وتعالى، وحتى يعني يحفظ الله سبحانه وتعالى من الشياطين ويحفظ الله سبحانه وتعالى من جميع الأمور. ولذلك نجبره أن في القرآن آية الكرسي اللي هي أعظم آية يقال نفسه أن من قرأها يأوي الإنسان إلى فراشه ويقرأها أنه لا يزال على الله سبحانه وتعالى له من لا يزال من الله سبحانه وتعالى له حافظ حتى يصبح، يحفظ الله سبحانه وتعالى وعنده حافظ من الله سبحانه وتعالى حتى يصبح، هذا بمجرد أنه يقرأ آية الكرسي. كذلك سورة البقرة سحارة ما يقدرها ولا شيء كما قال وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة معناهم السحرة. وأيضا في الأذكار الصباح والمساء أن الإنسان إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضره شيء في يومه ذلك إذا قال هذه الكلمات قالها ثلاث مرات. المهم أن المسلم يتوكل على الله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحافظ على العبادات اللي أمر الله تعالى بها من صلاة ومن صوم ومن طاعات، وبعد ذلك لا بأس أنه يتخذ الأسباب أنه يرقي نفسه والله يمشي شر غيره ويرقيه بالرقية الشرعية اللي قلنا اللي تكون من القرآن والسنة. لا مدتهم المولانا توبة صالحة كان مولانا يمحي ذنوب والله قاعد يبدل له ذنوب حسنات ويتوب المولانا ويكبر لأمله مولانا واللي قد يقضى من يكون فوائد قد ضيع من صلوات وصوم عدله واللي ضاق عنه المقام مولانا كريم. المهم تجي تايب له مادل الرقبة وراجع عنك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا